مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب المرحلة الثانوية الصف الثاني عشر، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الجغرافيا. درسنا لهذا اليوم عن المشكلات الحضرية، نماذج من المشكلات الحضرية، واليوم مشكلة التلوث والتدهور البيئي. يتوقع في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادرا على أن يعدد مظاهر التلوث البيئي، يذكر أشكال التلوث الضوضائي، يوضح أسباب التلوث البصري، يدلل على جهود الدول لمواجهة مشاكل التلوث البيئي. عزيزي الطالب، تحدثنا من قبل عن المشكلات الناتجة عن النمو الحضري غير المنظم، ومنها البطالة، ارتفاع أسعار السكن، مياه الصرف الصحي، التنوع العرقي، التلوث البيئي والضوضاء. اليوم سوف نتحدث عن مشكلة التلوث والتدهور البيئي. مشكلة التلوث والتدهور البيئي. عزيزي الطالب، من خلال الصور التي أمامك، ما المشكلة التي سنتحدث عنها اليوم؟ نعم، مشكلات التلوث البيئي، فهناك تلوث الهواء والتلوث الضوضائي والتلوث البصري. إذن عزيزي الطالب، ما مظاهر التلوث البيئي في المناطق الحضرية؟ ما مظاهر التلوث البيئي في المناطق الحضرية؟ نعم، تلوث الهواء، التلوث الضوضائي، والتلوث البصري. لو تحدثنا عن الصور التي أمامك، استنتج ما المشكلة التي تتحدث عنها هذه الصور. نعم، مشكلة تلوث الهواء، مشكلة تلوث الهواء، أدخنة المصانع، عوادم السيارات، أيضا التلوث الكيميائي. عدد صور تلوث الهواء، كما قلنا سابقا، أدخنة المصانع، وأيضا زيادة أعداد وسائل المواصلات. ما النتائج المترتبة على مشكلة تلوث الهواء؟ نعم، الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والإصابة بأمراض القلب. عزيزي الطالب، أجب عن الأسئلة التالية. تعد مشكلة تلوث الهواء من المشكلات تدهور البيئة. أحسنتم. عدد مشكلات التنوع البيئي. نعم، تلوث الهواء، التلوث الضوضائي، والتلوث البصري. من وجهة نظرك، ما الحلول المقترحة للحد من مشكلة تلوث الهواء؟ نعم، إنشاء المصانع بعيدا عن المناطق السكنية.
عزيزي الطالب، أجب عن السؤال التالي: عدد مظاهر التلوث البيئي. نعم، تلوث الهواء، التلوث الضوضائي، والتلوث البصري. الهدف الثاني: يذكر أشكال التلوث الضوضائي. عدد صور التلوث الضوضائي عزيزي الطالب. نعم، هناك من خلال الصور التالية يمكن أن نعدد صور التلوث الضوضائي إلى إصدار الحفلات والمعارض والأسواق. أصوات الحفلات والمعارض والأسواق، أصوات السيارات، أيضا الأصوات المرتفعة وأصوات السكك الحديدية. عزيزي الطالب، ما هي الآثار السلبية الناتجة من مشكلة الضوضاء؟ ما هي الآثار السلبية الناتجة من مشكلة الضوضاء؟ نعم، إصابة الجهاز السمعي للإنسان، أيضا إصابة بأمراض القلب، ضعف الإدراك لدى الأطفال، وأيضا الاضطرابات النفسية. الاضطرابات النفسية. عزيزي الطالب، رجوع إلى الكتاب المدرسي صفحة 71. هيا بنا نقرأ عن مشكلة التلوث الضوضائي كي نجيب عن الأسئلة التالية. ترتب على مشكلة التلوث الضوضائي في المدن، نعم، الإصابة بأمراض القلب. ما النتائج المترتبة على انتشار مشكلة التلوث الضوضائي؟ إصابة الجهاز السمعي للإنسان، أمراض القلب، ضعف الإدراك لدى الأطفال، وأيضا الاضطرابات النفسية. ما الحلول المقترحة للحد من مشكلة الضوضاء؟ دون إجابة هذا السؤال صفحة 72، نشاط فكر واقترح. نعم، عن طريق عزيزي الطالب إنشاء خطوط السكك الحديدية بعيدا عن المباني السكنية، أيضا إنشاء الورش والمصانع بعيدا عن المباني السكنية. الهدف الثالث: يوضح أسباب التلوث البصري. عزيزي الطالب، ما المقصود بالتلوث البصري؟ نعم، هو كل ما يشوه الشكل أو المظهر الجمالي للمدينة. ما أسباب التلوث البصري؟ نعم، وجود وبناء المساكن العشوائية، أيضا النفايات الصلبة. إذن عزيزي الطالب، لدينا سؤال هام: ما أسباب التلوث البصري؟ ما أسباب التلوث البصري؟ هيا بنا كي نجيب على هذا السؤال. الصورة الأولى تعبر عن سبب من أسباب التلوث البصري، وهو نعم الطرق غير الممهدة وعمليات الحفر. أما الصورة الثانية تعبر عن سبب آخر من أسباب التلوث البصري، ألا وهو تراكم النفايات الصلبة وأكوام القمامة. أما عن الصورة الثالثة وهي تعبر أيضا عن سبب من أسباب التلوث البصري، ألا وهو التوسع في مناطق العشوائية، توسع في بناء المناطق العشوائية. وهذه الصورة أيضا تعبر عن سبب آخر من أسباب التلوث البصري، ألا وهو الأسلاك الاتصالات المعلقة بالشوارع، أيضا فوضى الألواح الإعلانية أو اللوحات الإعلانية، بالإضافة أيضا إلى
المباني والمنشآت القديمة والسيارات المهجورة. إذن عزيزي الطالب، أسباب التلوث البصري من خلال الصور التي رأيناها من قبل، طرق غير الممهدة وعمليات الحفر، تراكم النفايات الصلبة، توسع في بناء المناطق العشوائية، أيضا الأسلاك الاتصالات المعلقة بالشوارع، فوضى اللوحات الإعلانية، بالإضافة إلى المباني والمنشآت والسيارات المهجورة. إذن عزيزي الطالب، مرة أخرى، أسباب التلوث البصري: توسع في بناء المناطق العشوائية، تراكم النفايات الصلبة وأقوام القمامة، الطرق غير الممهدة وعمليات الحفر، أيضا المباني والمنشآت القديمة والسيارات المهجورة، وفوضى اللوحات الإعلانية. عزيزي الطالب، أجب عن الأسئلة التالية: انتشار الإعلانات غير المنظمة في المدن من أنواع التلوث البصري. أحسنتم، وضح أسباب التلوث البصري: توسع في بناء المناطق العشوائية، تراكم النفايات الصلبة وأقوام القمامة، الطرق غير الممهدة وعمليات الحفر، والمباني والمنشآت القديمة والسيارات المهجورة. ما الحلول المقترحة للحد من مشكلة التلوث البصري؟ نعم، التخطيط العمراني المنظم للحد من العشوائيات، أيضا رصف الطرق والشوارع بطرق سليمة. الهدف الرابع: يدلل على جهود الدول لمواجهة مشاكل التلوث البيئي. عزيزي الطالب، تخيل نفسك مسؤولا دوليا تصدر قرارات تساعد في حل مشكلة التلوث البيئي. في ضوء ذلك، قدم مقترحاتك لحل هذه المشكلة. سؤال آخر: عزيزي الطالب، من وجهة نظرك، هل تعاني دولة قطر من مشكلة التلوث البيئي؟ بالطبع لا تعاني دولة قطر من هذه المشكلة، وذلك بسبب تطوير البنية التحتية وأيضا تنظيم المرور. أعزائي الطلاب، ما هي الحلول المقترحة من بعض الدول للحد من مشكلة التدهور البيئي؟ ما هي الحلول المقترحة من بعض الدول للحد من مشكلة التدهور البيئي؟ الحل الأول: زيادة المساحات الخضراء. زيادة المساحات الخضراء. الحل الثاني: التوسع في استخدام وسائل النقل الخاصة والعامة. أيضا من ضمن الحلول: حل مشكلة الازدحام المروري، والعمل على تطوير المركبات لتقليل الغازات المنبعثة. أيضا نشر التوعية بالطرق العلمية للتخلص من المخلفات وإعادة تدويرها. أيضا تفعيل القوانين للحد من التلوث الضوئي والبصري، بالإضافة إلى استخدام مصادر طاقة متجددة، استخدام وسائل طاقة متجددة، وتعتبر كلها حلول من بعض الدول للحد من مشكلة التدهور البيئي. عزيزي الطالب، أجب عن الأسئلة التالية: تطوير المركبات لتقليل الغازات للحد من مشكلة التلوث البيئي. أحسنتم، ما الحلول التي اتخذتها بعض الدول للحد من مشكلة التلوث والتدهور البيئي؟ زيادة المساحات الخضراء، التوسع في استخدام وسائل النقل الخاصة والعامة،
نشر التوعية بالطرق العلمية للتخلص من المخلفات وإعادة تدويرها، حل مشكلة الازدحام المروري، والعمل على تطوير المركبات لتقليل الغازات المنبعثة. أيضا استخدام مصادر طاقة متجددة. أعزائي الطلاب، وصلنا إلى الغلق الختامي للدرس عن طريق قارئ الباركود. أجب عن الأسئلة الموجودة عبر موقع الوورد وود. شكرا لكم وإلى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.